بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو القصير إن شاء الله راح أشرح طريقة تصغير حجم الفيديو أحجام كبيرة إلى أحجام صغيرة، بحيث واحد يقدر يتعامل بها ببساطة، يرسلها أو يرفعها موقع المودل أو غيرها من المواقع، أو حتى يقدر يرسلها بواسطة الإيميل وغيرها. طبعا في يوجد الكثير من المواقع الأونلاين اللي تغير صيغة الملف أو الاكستنشن الملف من الملفات الكبيرة إلى صغيرة. عادة الفيديو يكون اكستنشن مالته WMV، مثل هذا الفيديو هسه أشوفكم إياه. نلاحظ أنه WMV اللي هو Windows Media Video، هذا مختصر لهذا الاكستنشن. شوف هذا الفيديو انا سجلته في وقت سابق، حجمه 800 ميجا بايت. طبعا هذا الحجم كلش كبير، يعني حتى بالتعامل وياه يكون جدا صعب. من اجي اسوي سيرش كونفرت ام او دبليو ام في الى ام بي 4، حشوف اكو الكثير من المواقع اللي تدعي او تعلن عن قدرتها على تصغير هاي الفيديوهات. هذا واحد منهم. شوف هذا الآخر، اني فيديو كونفرتر عندنا، اللي هو طبعا هذا سوفت وير اكو اونلاين، عفوا اون لاين كونفرتر، ذاك سوفت وير. الاونلاين كونفرتر من خلال يعني استخدام الويب بالإمكان تحويل، نرفع الفايل هنا ونختار صيغة الفايل اللي نريد نحولها إليه ونقول له convert. المشكلة بهاي المواقع أغلبها مو مجانية، أغلبها تطلب منك تنصيب برنامج، تدعي أنه لازم تنصب هذا البرنامج حتى تكمل عملية التحويل. تأخذ وقت جدا طويل، يعني البارحة حاولت أسوي هاي العملية أخذت وقت 3 ساعات، وبالأخير طلبوا من عندي أدفع. طبعا اكو مواقع تعطيك فورم وتقول لك املي هاي الفورم ودخل معلوماتك. شوف نفس المبدأ، انه نرفع الفايل ونسوي لك كونفرت. طبعا انا ارتأيت انه هاي المواقع حسيتها يعني كرانكي، حسيتها مو سيف، لهذا بديت ابحث عن سوفت وير يتنصب يمي بالحاسبة ويكون سريع. وفعلا لقيت هذا السوفت وير الحمد لله، اللي هو convert WMV to MP4 الويندوز 10 سوفت وير. بالنسبة لي حاسبتي ويندوز 10، تقدر تختار الويندوز اللي يناسبك. شفت هذا السوفت وير اللي هو Any Video Converter Freeware AVC، نصبته طبعا على طريقة تنصيبه بسيطة كلش، سوي له داونلود منها. ورا ما تسوي داونلود تنزل الملف على الديسكتوب، هذا الملف شكله، دبل كليك عليه تنصبه يطلع لك هذا الملف بصيغته النهائية. فسويت تجربة والتجربة نجحت بالتصغير. من اسوي دبل كليك على هذا الفيديو او على هاي الايقونة يشتغل عندي البرنامج هاي واجهته الامامية. من اجي اريد احول ملف فيديو، اقول له اد، اختار ملف الفيديو اللي اريد اصغره، اللي هو بهالحاله هذا الحلقي، هذول هذا حلقي احذفه على مود اشوفكم الفرق، وهذا هم احذفه. هذا الملف في الفيديو اقول له اوبن، اجي من هنا اختار شنو اريد احوله. طبعا هنا هذا البرنامج الحلو ناطيني ب صيغ كثيرة جدا ومتنوعة اللي اريد احولها منها او الها. انا اختاريت الويندوز واختاريت الام بي 4، لانه الام بي 4 يحافظ على الكواليتي وايضا يحافظ ويكون حجمه صغير، اللي هو ويندوز فون ام بي اي جي. طبعا اكو بعد هواية اكستنشن واحد يقدر يختار على اللي يناسبه او على البلاير اللي عنده، بس هو الام بي 4 هو احسنهم. من هنا اقدر
اغير بالكواليتي، يعني مثلا ريزوليوشن اقدر اغير به على حسب ما ارغب. انا بما انه انا اريد اصغر الحجم فاختار اقل ريزوليوشن، الكواليتي سمولر سايز، نورمال، هاير. طبعا كل ما اختار سمولر يصغر الكواليتي، اقدر اخليه نورمال الكواليتي، ما مو كلش اثر عليه، ولو يعني الفرق بيناتهم جدا قليل ما محسوس تقريبا، فاقدر اخليه نورمال اعتيادي. اذا الصوت اريد ازيده اريد اقلله، بعد هاي التفاصيل اريد اسوي له تريم وغيرها اقدر اغير منه مثل ما اني يعني ارتئي. اقول له كونفرت، يبدي يحول الملف. طبعا الملف طريقة يعني تحويله جدا سريعة، 4 دقائق أو 5 دقائق على حسب سرعة جهازك يغير ملف. في حين يعني البارحة حاولت يعني أغير الملف، صيغته أونلاين، طولت أدي تقريبا 2.5 ساعة إلى 3 ساعات، وبالأخير ورا ما غير الملف يعني غير الفورمات ما تطلب مني أن أدفع. طبعا أجدد أهمية هاي البرامج من ناحية يعني تصغير الفيديوهات، وأحذر من يعني اللجوء للأونلاين كونفرتر، ولو بعض الأحيان يعني أنا اشتغلتها سابقا ونجحت عندي، بس لاحظت مسألة أنه حتى اللي تعطيك فري أونلاين كونفرشن تكون لمرة واحدة، يعني أنت ترفع ملف تغيره، من تجي ترفع الملف الثاني ما يقبلوه. أكو بعض الويب سايت، خلي اشوفكم بين ما هذا يحوله، بعض الويب سايت تطلب تحددك بحجم حجم الملف، يعني تجي انت مثلا تريد ترفع ملف يقول لك الماكسيمم للملف، هو تلاحظون هنا الماكسيمم 200 ميجا بايت حجم الملف اللي عندك، او حجم ملف الفيديو اللي تريد تحوله. طبعا اذا اكثر من 200 ما يتقبله، اللي هو مثل عدي اني هسه اليوم عدي الملف مالتي حجمه مثل ما شوفتكم حجمه 800 ميجا بايت. فلهذا يعني هاي المواقع او هاي الصفحات شوية تكون مو سهلة التعامل، ودوجي هي يعني اخطر شيء بيها هو موضوع السكيورتي، أمنية هاي المواقع تكون مو جيدة، خاصة إذا الشخص ما عنده نورتن أو أنتي فيروس، برنامج أنتي فيروس قوي يقدر يعني يحمي الحاسبة ويحمي مكوناته. مثل ما نلاحظ أنه عملية تغيير الملف عملية يعني سريعة نسبيا نوعا ما، ف يعني تقريبا باقي لها دقيقة دقيقة وشوية يكتب الملف. بس اشوفكم يعني الملف ايش قد حجمه صار. بالمناسبة خلي اشوفكم الكواليتي بسم الله بالنسبة الرحمن للفيديو، الرحيم. هذا الفيديو المديكيتد فهو محاضرة، شوف لكن كمثال الكواليتي مالته الكزير بيفد دراج معين، فهذا يعتبر كسولفنت يعني سبستيتيوتد وذ بهذا الشكل، حتى بريزرفاتيف. مقارن بين كواليتي بالنسبة It is للملف best to الأول dissolve them والملف in الثاني. minimal amount of pure. ثواني معدودات يخلص عندنا هذا الملف ويتحول الاكستنشن مالته من WMV إلى MP4. مهما كان حجم الملف اللي عندك تقدر تسوي له adjustment وتقدر تغيره. طبعا اكو صيغ اخرى للملفات، انا افضل ال MP4 لانه يشتغل تقريبا كل برامج اللي تشغل الميديا تشغله. اكو FLV همينه بعد يعطيك اصغر من ال MP4، بس يأثر هواية على الكواليتي ويأثر يعني مو كل البرامج الشغله. هذا نزل عندنا ملف في الفيديو، راح اخذه اخليه على الديسكتوب حتى اقارن.
شوف هذا الملف نفسه بس MP4، ايش قد حجمه؟ لاحظ حجمه 52 ميجا بايت، يعني من 800 منه، من 800 الى 52. شوفوا نفس الملف من 100 ميجا بايت نزلت الى 52 ميجا بايت. الفرق هو الاكستنشن مال الملف MWMV تحول الى MP4. نفس الملف، وهسه حشغل لكم هذا الملف الثاني حتى تشوفون. بسم هذا الله الملف الرحمن الثاني الرحيم. اكو شويه يعني بالكواليتي محاضرة مالته اليوم مو نفس عن الدقه، Pharmaceutical Technology شويه 1 عندي الغرض Material احنا Spirit بعدين may نشوف. be prepared هذا by simple exer. تشوفون يحتاج طريق، في اللحظة مو أنه نفس استخدمنا الدقه نوعين مواد بس مختلفة الإكزيرز يؤدي الغرض ويعطينا in small doses النتيجه bacteria اللي اراد flavoring the growth نوصلها of micro would be للطالب considered to للمحاضره. be adequate ماكو for شيء diet مهيمني، until ماكو شيء medicated مو واضح، liquids most commonly young women بس in عندنا their late الحجم نزل اكثر من 90%، لان 800 90% 80، فاكثر من 90 يعني تقريبا 93% من حجم الملف نزلناه وحصلنا على هاي النتيجة. مثل ما نبهت ممكن نحول الى FLV اللي هو نختار منه ملفات ال FLV، اذا اختارها منه FLV ايضا تعطينا بعد اصغر من هذا الحجم، ممكن نوصل 40 او حتى 30، لكن الدقة تكون جدا تختلف، يعني واضحة جدا بمجرد النظر إلها نقدر نلاحظ أنه الدقة مالتها مو ضمن الدقة المطلوبة، أو أكو اختلاف شاسع بالدقة. الـ FLV مفروض موجودة، تلاحظون أنه أي صيغة ملف نقدر ناخذها بدون أي مشكلة أي شيء، بس تراعون في نظر الاعتبار أنه المشغلات لهاي البرامج ممكن شوي بها صعوبة واحد يحصلها. أعتقد فاتني الـ FLV، الـ Applied iPad، iPod، برامج الآيبود، Apple TV، Samsung Phones، MP4، Samsung Tablets، الاندرويد فونز، تشوفون MP4 اغلبه كله الاندرويد تابلت شغل انه كل هاي MP4 بصيغه المختلفه، هاي روكو، سوني اس، هاي اس بي 3 هذا بلاي ستيشن كانما، وملفات اخرى اركوز، كرييتيف زين، ايربار، اي في اي، سان ديسك، عندنا اكس بوكس، يعني بخيارات كبيرة جدا وكثيرة ومتنوعة. نقدر نختار اي هاي اف ال في اللي هو فلاش فيديو، فتلاحظون هذا الاف ال في هذا الاكستنشن ينطينا بعد اصغر، يعني ملف حجم اصغر، لكن اكد انه الكواليتي تكون جدا مختلفة. لهنا انتهى هذا المقطع، أتمنى يكون نال إعجابكم ويكون مفيد لكم. تحياتي وشكرا جزيلا.